الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 من اللايف اللي فات، وما زلنا مكملين في مسلسل البلطجه وسب الاعراض وتكميم الافواه. نقد، تعرفين احنا قناه نقد، قناه نقد جريئه ما بتخافش الا من اللي خالقها، الا من ربنا سبحانه وتعالى. نفس المسلسل بيتكرر كلاكيت للمره المليون تقريبا، بقى لهم كام سنة على نفس الوضع، يجي سنتين والله العظيم نفس الموضوع ده. أم حلاوة تاتو تطلع تقل أدبها على الناس وتتنمر عليهم وتسب في عرضهم وتشتمهم بأقذر الألفاظ، الناس تطلع تمسح بكرامتها البلاط زي ما البورسعيدي ما هو عامل معاها كده، وزي ما هشام عمل معاها، مسحوا كرامتها الأسفلت خلوها ما تسواش بصلة، تقوم رايحة معيطة لمين؟ لسبانخ، تقوم فتح الكاميرا ومعيطاله الحقني يا سبانخ، اطلع عليهم يا سبانخ، اشتمهم، اطلع طلع ولادك، روح اعمل لهم مخالفات شمال، روح لو تعرف ان انت تجيب محامي ولا حاجة وتقصقص لهم حاجات وكده، طبعا ان هو مش محامي ما يقدرش يرفع قضية، فروح لأي محامي واديله الحاجات دي اللي هم بيشتموني فيها. يعني انتم متخيلين البلطجة واصلة معهم لغاية فين؟ اللي هو ايه؟ تطلع تشتم وتقل ادبها، ولما الناس يسفلتوها يروحوا يعملوا لهم قواضي. والله بسم الله ما شاء الله، ان هم عمده اليوتيوب، اقسم بالله هم اللي ماسكين اليوتيوب، ماسكين الكون، وهم اللي بيحركوه. بلطجه، هي بلطجه. طالع امبارح سبانخ في اللايف يقول اي قناه انا قدها واشيلها واعملها واسويها، يعني بامرت ايه حضرتك؟ عمل مخالفه لست ومش عارفه. يعني بالنسبه لذكر سته، الهبابه دي اللي اسمها ام حلاوه تاتو طلعت تسب في عرضها وتقول لكم بتطلع منصات مشبوهه مع الرجاله اواخر الليل، ده غير قبل كده صدرها للي يقدرها غير قبل كده انجي هتكي بالكوع في مش عارفه في اسنانك ولا ايه، ده غير قبل كده سوما العاشق على هشام طبعا بترمي على ان كان ليه علاقه بصدفه، كل ده وتقول لك احنا اخذنا حقنا من غير سب اعراض. يا شيخه تصوري ان انا اقتنعت؟ هو لوسيفر فهمك ان سب الاعراض حاجة تانية غير اللي احنا فاهمينها؟ يعني انا عايز افهم، قبل كده طلعت تقول لنا ايه؟ انتوا عندكم شيزوفرينيا، وتنحت قوي كده وخضتينا في الكاميرا، شيزوفرينيا شخصياتكم الحقيقية بتبان وانتوا ماسكين مفاتيح في لايفات سب الاعراض. وانت يا طهرة كنت بتعملي ايه امبارح؟ مش كنت ماسكه مفتاح؟ ما كنتيش ماسكه مفتاح عند سبانخ؟ هو بيشتم في وش مرات هشام وبنته؟ ايه رايك؟ ما كنتيش معاه انت وماسكه له مفتاح ومكركره على نفسك تحت من التعليقات؟ لما بيهدد هشام وبيقول لها يا ام منى حشيه، يا اما مش يعني بيهدده انه يضربه في الشارع يعمل فيه مصيبه، لما يروح مستشفى كام شجره عاديه، يعني بيهدده بالبلطجه في نفس الوقت هيطلع منها بالقانون. هو ايه في ايه؟ احنا ليه بقينا كده؟ احنا في غابه. انت بتتكلم بثقه قوي كده ليه يا بني ادم؟ انت في ايه؟ بلطجه هي، انت ملكت الكون، هي بقت بلطجه، انت مالكش لازمه اصلا، ونهايتك قربت. وما تقلقش زي ما بتعمل احنا عملنا، قصينا بردك حته من الفيديو بتاعت المشاجره والبلطجه، ده انت لايفاتك كلها وقدمناها لمن يهمه الامر كلها منيله. ده انت بتقول للبورسعيدي انا بقص لك وبعمل لك وبدل ماتيريال لمحامي تاني يروح يرفع قضيه. طب اما انت مش محامي طالع تنتحل صفة محامي ليه؟ وطالع فارد دروع، يعني انا عايز افهم، يعني اما انت مفصول طالع تنتحل صفة محامي ليه؟ غير ولادك اللي ماسكين ملك وهي واحدة ست برضه وشغالين سب في عرضها، واللي بتعمل الصور المصغرة ام حلاوة تاتو. لا وفي الاخر يقول لها انا عملت لك قضية في مياه، يعني بص ده كله وبيحاربها بالقانون، يعني ده تقولي له ايه؟ مش مشكلة على فكرة، روح ادفع للمحامين. افهمك معلومة، في حد من طرفنا علم عليك في يوم الايام قريبنا، وافتكر بقى وشغل الذاكرة عشان تبقى، ولسه بيدور وهيعلم عليك اكتر، ما تقلقش احنا قانون موجودين على طول ما تقلقش هناخد حق الناس. اللي يضحكوا اكتر المنافقة ام حلاوة تاتو راحت جري، طبعا خلاص هي اخدت اللقطة، شتمت الناس وقلت ادبها واتنمرت عليهم في قناه فيك وقلت ادب وسفاله ملهاش حد، خد لها حقها وانه هيرعب ما حدش يترعب ولا يخاف من الفار، القنوات المحترمه تطلع تتكلم
وتسبه. انا عايز اعرف وتعلق على اللي هو عمله ده. هو سبنا ما هو كل شيء ونهايه لك ايه يعني؟ عشان يطلع يسب اعراض الناس يعني. ويطلع يهدد الناس بالبلطجه وبقفل القنوات. ساكتين ليه؟ واللي بيسقفوا له وبيطبلوا له، ما انتوا شايفين هشام عمل فيه ايه؟ في يوم من الايام هتبقوا زيه. مش هيقف مع حد يا جماعه. انا عايز افهم بس، يعني الواحدة تطلع تتباهى ان جوزها اخد حقها، اخوها اخد حقها، لكن انا اول مرة اشوف النظام بتاعكو ده بصراحة، اللي هو ماليش بيه اي علاقة وهو اللي بيطلع ياخد لي حقي. انا اول مرة اشوف حاجة زي كده. المصلحة اللي بينكو قوي كده ان طالع وراك بيدافع كده، المصلحة. يعني انا عايز افهم والله يا جماعة، للمتابعين الجداد اللي مش فاهمين الموضوع، السيناريو ده اتكرر والله العظيم من سنتين، هو نفس السيناريو بيتكرر. البتاعة دي اللي قاعدة برا مصر، اللي مطرودة، المبوزة، اللي ما هيش مصرية، اللي ما هيش مصرية، مش مصرية، نازلة شتيمة في القنوات المصرية ولا هي كلها. اسكندرانية ولا هي نيلة، لا عمرو الكاشف جاب حقيقتها ولا هي كلها. من بلدنا خالص يا جماعة. الكاشف جاب حقيقتها كلها وروحوا اتفرجوا تطلع تشتم حد تطلعها تزودوها بأقذر جزمة عندكم. عايز افهم يعني السيناريو ده والله العظيم موجود على اليوتيوب من سنتين، تطلع تقل ادبها على كل القنوات وتشتم وتتنمر وتسب اعراض وتعمل اللي ما يعمل، وتروح رايحه معيطه بعد ما الناس تسفلتها ما تعرفش تصد لوحدها، ما هي بتتغسل وتتنشر زي ما البورسعيدي كده، ما واخد بوزها رايح جاي في البلاط هو والشام. وفي حاجات متسجله هيطلع ما تعرفش تاخد حقها ولا تعرف تعمل حاجه. كان بينهم في يوم من الايام هيطلع بلاويهم زي ما طلع للناس، تقوم رايحه معيطه له وتطلعه. طب يعني ايه اخرة السيناريو ده؟ انتوا فاكرين ان الناس يعني مثلا بتخاف؟ يعني الناس مثلا بتتهدم اللي انتوا بتعملوه؟ يعني ايه بقى اخد الحق في اللي انتوا عملتوه؟ ان واحد طالع فاتح لايف بلطجي يتف على واحدة ست ويقول لها ادفوا عليك وعلى البطن اللي شالتك، ويشتم التانية، يشتم ست ويشتم على ست وبيهدد بالمخالفة. انت مين انت انا يعني عشان تهدد بقفل القنوات؟ انت مين يا انا عايز افهم. انا نفسي افهم البلطجة الالكترونية اللي احنا عايشين فيها دي. يعني انتوا خايفين تتكلموا، القنوات خايفة كمان ان هي تتكلم. يعني انا مش فاهم، دول بيطبلوا له ويرقصوا له ويسقفوا له. دول قناتين يا جدعان، والله قناتين دول ملهمش لازمة. انا مش مستوعبة. اقفلوا لهم قنواتهم انتوا بدل ما بيهددوكم، اقفلوا لهم قنواتهم. يعني اسحبوا الفيديوهات دي ووصلوها للمسؤولين زي ما احنا بنعمل. مخليين بتعملوا فرعون من العجوة وتعبدوه يا جدعان. ده ما كانش ليه 30 لازمة ولا كان بيعرف يفتح لايف ولا يعمل حاجة. ده بلطجد عليه مصايب هربان منها كل ما يروح النبي، ولا يعرف يعمل بلطجة على ارض الواقع. ده فار، ولا هو محامي، واتضرب قبل كده واتهم بكرامته في السيدة زينة. اصل احنا مش السيدة زينة. فانا مش فاهمة، يعني انا مش مستوعبه. واللي عمل معاك كده مستعد يعمل كده وميت كده تاني، ما تقلقش. لا وطالعه ام حلاوه وراها على طول. طبعا هي كانت مجهزه الفيديو لانهم متفقين. طبعا البورسعيدي امبارح سمعنا الفيوسات ان الاوامر بتيجي على الواتساب، وسمعنا الواد ابو قصه وبيقول اوامرك يا فندم، اوامرك التكنيله يا ملزق. عرفتوا ان انا لما طلعت من سنتين قلت لكم ان دي عصابه مع بعض وبيدوا الاوامر لبعض على الواتساب، يطلعوا على فلان اطلعوا، مش ده اللي انا قلته؟ وعايزين كل القنوات تبقى خاضعه ليهم وهم يركبوا فيهم، واللي يخالف الكلام ده يتشتم ويتبهدل، تحطوا صوره ويتعمل له مخالفات شمال ويترفع عليه قواضي ويتعمل فيه اللي ما يعمل. اتظاهرهم يا على اساس ما ايه؟ ما تخافوش منهم، نهايتهم خلاص. على اساس هم ايه؟ بيفرفروا في الاخر، هو وعياله وبتاعت بره دي اللي ما نعرف لهاش حاجه، بس احنا مجمعين كل حاجة وعارفين كل حاجة وتعاهات ماشية، بس ما نقدرش نقول كل حاجة. ام حلاوة تاتو دي اللي تابع لوسيفر، والله ما سابت حد الا ما ثبت في عرضه. وانتوا عاملين نفسكم ولا سامعين ولا شايفين. اللي طالعه تقول لك انا اصلا انا خايفه على قناتي، واللي طالعه تقول لك هو طريقته كده احنا ملناش دعوه. اما انتوا مالكوش دعوه، امال مسمين نفسكم قنوات نقد ليه؟ مين يسمع له كده؟ مسمين نفسكم قنوات نقد ليه وماسكين كل قناه محترمه عشان ما بتطلعش تعمل اللي هم بيعملوه؟ انت مين يا بني ادم عشان تسب عرض الستات وتقل ادبك وتهدد بالبلطجه وبقفل قنوات؟ انت مين؟ انت مين يا بلاد ما اللي هربانه بره بلدنا؟ طالعي انت مش مننا يا بيت، يتف على وشها ويقول لها يعني على ابو البطن اللي جابتك ولا مش عملت لكم ايه دي؟ يعني لو ليكم مشاكل مع هشام مراته مالها؟
مراته مالها يتف على وشها ليه؟ ايه قله الادب والسفاله اللي احنا بقينا فيها دي؟ انا عايز افهم. وبعدين طالع عامل حجته صدفه، لو ما بعدتش عن صدفه واهلها انا مش عارف ايه. مش معنى طلعت دلوقتي لما اتكلم على اختك لما قالك شيل ماسك صوت، لما اتكلم على محاربه ايه اللي بينكم؟ احنا عايزين نفهم ايه اللي بينكم، ايه اللي بترتبوه ضدنا، ضد المصريين وضد مصر يا كلب الفلوس. انا حيران، انا عايز افهم يا جماعه، يعني ايه واحده زي ام حلاوه دي ماسكه قنوات كلها شتيمه وقله ادب وتنمر وعامله اللي ما يعمل، وكله عامل نفسه ان هو من بقى. ايه الجبن اللي انتوا بتقولوا فيه ده؟ لا يا استاذه يا محترم، هو بيسقفوا لها بتقول لك ايه؟ احنا بناخد حقنا من غير سب اعراض. سب اعراض؟ هما لما تحطي ايه؟ لراجل على المنتدى في القناة القذرة اللي انت عاملاها اللي هي شبهك، اللي هي بينت حقيقتك وفضحتك قصاد الناس، اللهم لك الحمد، وعرفتهم اخلاقك الحقيقية، اللي كله بقى يعلق احنا مصدومين فيها، ايه ده؟ دي بان وشها الحقيقي. جيبين يا بنت عشان تعملي عشان ده كله، عشان ما كانوش مصدقيننا الحمد لله. حتى الراجل قرون، قرون ده معناها ايه؟ ان هو على مراته، صح ولا احنا غلطانين؟ سب عرض ده ولا مش سب عرض؟ هو كده زي ابوكي بقى، يبقى انت عارفه بقى الموضوع ده، ده سب عرض كان كده بقى ولا مش سب عرض؟ انا عايز افهم. لما تقولي لهشام يا سوما العاشق على اساس بترمي على صدفه، ده سب عرض ولا سب اطوال؟ هما سبوا هشام. لما تقولي ده مسكون امبارح، مش ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ لما تقولي الواحده صدرها للي يقدرها، ده ايه؟ لما تمسكي واحده زي سته وتقولي لها يا بتاعه المنصات المشبوهه بتاعه اخر الليل، طب ما انت بقيتي نفس الوضع اهو، ما انت بقيتي بتاعه منصات مشبوهه اخر الليل، ما هو كان اللايف بالليل وانت ماسكه مفتاح وقاعده في الشتك عايمه تحت، مفيش راجل فعلتكم. طبعا احنا عارفين ان مفيش، والا ما كانوش سابوكي ترسمي نجمه وترقصي وتعملي اللي انت بتعمليه ده وتبع لوسيفر. يعني مفيش حد يقول لك احترمي نفسك. طالعه اي ست تدخل اي لايف اي راجل وتبقى ماسكه له مفتاح، تطلعي عليها سمعه منيله، بصوا بصوا لايف مشبوه، بصوا مفيش ست محترمه تبقى في لايف عند راجل وتسمع سب الاعراض. ده الفيديو الاخير والله كنت هصدقك لما بتقولي ايه، انا ما بدخلش لايفات عند حد وحد قاعد فوق بيسب اعراض وانا ماسكه مفتاح تحت. مفيش يا شيخه، تصوري ان احنا صدقناكي؟ ما في بردك حد يا جماعه، ممكن بردك يعمل مشاجره وممكن يودي مستشفى وحاجات كتيره بردك، يعني ما سهله، ما هو مش انت الوحيد، سهله، ما هو في حد، في حد الادب يكون في طريقه ليك مثلا، اللي مشاجره وايه ما حصلت قبل كده على اللايف على العام، الله اعلم بقى. فاكرين اللايف اللي كان على العام ده؟ لا غير اللايف بردك، ما كان نفس الوقت ممكن يحصل ده، حد عارف الايام فيها ايه، الله اعلم، ممكن يكون حد في طريقه مثلا زي ما كان قبل كده يكون متواصي مش قادر ومستشفى، محدش عارف الايام فيها ايه ولا الزمن مخبي للانسان ايه. والله يا جماعه اطمنك يا هشام، يعني اللي بيحصل ده وربنا مش جديد عليهم، قله الادب والقذاره اللي احنا شايفينها وعايزين يكتموا الناس كلها ومحدش يطلع يقول رايه ولا يخالفهم. خد لها حقها، خلاص البت بقى ايه يعني، هددت ان والله ما اتحركتش عرفينا، صدقيني يعني انا مش فاهمه، اخدت حقك بايه؟ ده انت مدعوك ببوزك البلاط، ولسه الناس هتطلع عليك والله العظيم، والمتابعين هيطلعوا عليك، ده انت لو عندك نقطه دم في خلقتك دي. انا قنوات محترمه اللي انتوا بتهددوها، اللي خايفين منكم الجبنه الضعفة اللي ما لهمش لازمه، القطيع اللي بيطلعوا الاوامر على الواتساب، اطلعوا اطلعوا على فلان، اللي في يوم من الايام هيبقوا نسخه من هشام، طبيعي يا جماعه، بس مش هيلحقوا يبقوا كده عشان هو خلاص الحمد لله هيتشال. يعني انا عايز باذن الله، قال يا فرعون مين فرعنك، ما لقيتش حد يلمني، هي الناس دي عامله زي كده، ما كانش ليهم 30 لازمه وانتوا اللي عملتوا لهم سعر، وبقيتوا تخافوا وخايفين على القناه وخايفين من مخالفات الشمال. انا ايه وزفت شمال ايه يا يا اذكى اخواتكم الهبات دون، والله العظيم ما ليه 30 لازمه، هم بقنواتهم وربنا ما ليه 30 لازمه، والمخالفات دي سهله تشال، تعمل لهم مخالفات وسهل ان انتوا ترزعوه وتشيلوا لهم قنواتهم، مش صعبه ابدا يا جماعه. انا عايز افهم،
اللي بتقص له الماتيريال كده وتبعت له ماتيريال البورسعيد عشان بيرد على قذارتكم وقله ادبكم، لما ام حلاوه تاتو طلعت تتنمر عليه وتقول ان هو عايش في مجاعه وقله الادب اللي عملتها واخدت مراته الجديده في النص برضو، انت لا لبنانيه ولا بتاع ومش عارفه ايه. انا عايز افهم يعني لما انت بتقص له الماتيريال اللي هو بيرد على قذارتكم فيه، اللي انت بتقص له الماتيريال ده المحامي ده، عشان انت طبعا مش محامي، المحامي بقى دون ما شافش قذوراتك، ما شافش لايفاتك، ما شافش فيديوهاتك، ما شافش ولادك، ما عداش عليه قذورات التانية دي ام حلاوة، ما عداش عليه فيديوهاتها ولا قناة الفيك اللي هي عاملاها ولا اي حاجة خالص عدت عليه، سبحانك يا رب. بيفوه في حاجات وحاجات لا، هو كلامه كتير، هو كلامه بيرسى على حاجة ولا حاجة، هو اللي بيقوله بيعمله ولا حاجة، ده بتاع كلام بس. انتوا عارفين انا اللي بسطني ومطمني ايه؟ ان في قنوات بدأت تفوق وبدأت تتكلم وبقتش تخاف ومحدش هيخاف منكم، والمتابعين نفسهم بدأوا يشتموا فيكم وبدأت الدنيا كلها قايمة عليكم. يخافوا منكم على ايه؟ ده انتوا هوا والله، لو شاف عسكر اللي يطلع يجري. انا عايز افهم هو مطلوب من كذا جهة يا جماعة، مش عايزين نفسر اكتر من كده، دول مطلوبين وهم اللي خايفين زي الفيران اللي طالعين، هم اللي مرعوبين اللي طالعين بيهددوكوا، طالعين بيفرفروا اللي بيهددوكوا دول، هم اللي كلامنا احنا عارفين كل حاجة، هم اللي مرعوبين. اطلعوا ردوا عليهم ودوهم، ما تسكتوش. حلوة دي عارفين هي بتنايل ايه وبترشد ليه في بلدنا وعايزة تتقندل بايه، عارفين عنهم كل حاجه والمسؤولين عارفين، محدش فكر ومتابعينهم. ليه ام حلاوه ماسكه القنوات المصريه بالذات؟ ليه مش عايزه ولا قناه نقد موجوده على الساحه؟ ليه عماله نازله ترزيع وقله ادب؟ طبعا هي ملهاش علاقه بالنقد لانها ما تعرفش حاجه في البطيخ وبتدعي ان هي مهندسه وملهاش علاقه بالهندسه برضه، محترمه. انا عايزه افهم محدش فكر هي ليه ماسكه القنوات المصريه بالمنظر ده وبقله ادبها وبسفلتها دي، شتيمه وتنمر وسب اعراض وكل حاجه، محدش فكر ليه الموضوع دون؟ طب محدش فكر ليه عمرها ما خلعت الفلتر دون اللي طلعنا بيه طول الوقت، الفلتر اللي هو الطامس عشان يخفي الوشم اللي في خلقتها كله؟ محدش واخد باله انتوا من اي حاجه يا عشان بص نطمنك، ما ممكن يكون بردك ايده مش شجره يجي حاجه وناس تبقى بردك، اي حد معرض لمشاجره في الشارع ويروح المستشفى ويتفتفت ويتكسر. هو يا جماعه بيهدد هشام، ما ممكن الناس معرضه، كل واحد معرض لكده. هو بيهدد هشام، وهشام تقريبا مش قادر يتكلم لان اكيد في فيوسات على الخاص، بيمسك الناس اللي عليهم حاجات لانهم بيبتزوا الناس، يا بصورهم يا باصواتهم يا باسرارهم يا باي حاجه. دول اسمهم عصابه الابتزاز الالكتروني، فهمتوا يعني ايه بلطجه الكترونيه؟ لا لتكميم الافواه. محدش هيسكت يا ام حلاوه تاتو، ولا انت يا سبانخ هتفرضوا علينا بلطجتكم، ولا هتبقوا كبارات اليوتيوب والناس كلها تترعب منكم وكله خايف على قناته ومحدش هيتكلم. لا هيتكلموا وهيدوكوا باللي في رجليهم، لان انتوا بصراحه عددوا الحدود وهيعملوا لكم مخالفات على قنواتكم اللي هي سب اعراض، ما تقلقش عادي، واواضي وكل حاجه وتشتموا وتتهانوا. بلغوا يا جماعه الموقع اللي قلناكم عليه عن الفيديوهات بتاعه القبيحه اللي بيسب الاعراض وبيشتم وبيقل ادبه على السوشيال ميديا وبيظهر المصريين بصوره غير لائقه للعالم كله، هو ومحلاوه. اعملوا يا جماعه على القناه موقع النيابه، ادخلوا واشتكوا كلكم، انتوا لكم الحق في ده، حاجه شايفينها مش كويسه هتضر بلدنا، خشوا واشتكوا. ومحلاوه دي عماله تضر في المصريين، التنمر على المصريين، سب اعراضهم بايد بايد شباب والقذاره وقله الادب وعوانه والبلطجه اللي انتوا عاملينها على القنوات، لا يمكن ان هي تدوم ولا تستمر. الناس فائت، انتوا ايه؟ انتوا ولا كان لكم 30 لازمه. البتاعه دي هي اللي لمعته ام حلاوه تاتو، هي اللي لمعته عشان تاخدوا ظهر الياء وتعمل اللي هي بتعمله في القنوات. ده مش يا جماعه، ملوش لازمه، محدش يخاف، محدش يتراجع عن كلمه الحق. الناس دي هتفضل مبلطجه لغايه امتى؟ طول ما انتوا ضعفه هتدوسوا على الفاس، هيخاف ويمشي جنب الحيط ويقول لا انا ماليش دعوه، انا قناتي انا خايف عليها. هيبقى له هو انت هتتساب، هتبقى نسخه من هشام، هشام مش قادر يتكلم، هو انت هتتساب، هتبقى نسخه منه. هي مش سايبه اي قناه كبيره وعندها مشاهدات الا ما ماسكاها بقله الادب.
يعني انت لو فاكر ان انت هتكبر في محتواك ومالكش دعوه وانا بعيد ومش عارفه هتمسكك مش هتقل ادب عليك. والله ما يسيبوك وهيفرضوا عليك وهيعملوا بلطجه وكل محمد ما كان ماشي في حاله وعامل محتوى في الاخر هيقول لك بالقانون. قانون ايه يا ابو قانون انت؟ وده قانون؟ ده قانون غابه، ده قانون بلطجه اللي انت بتتكلم فيه ده بلطجه. الراجل كان ماشي في حاله بيقدم اكله مش طلعت تتنمر عليه، احنا بننتقد ومالناش علاقه بيها طلعت تشتمنا. هي كده قليله الادب، هي دي واحده قليله الادب مهزقه. وتبليه جبنا سيرتها اما طلعت تقول ما اعرفش القرده وامها، دي واحده مهزقه. جبنا سيرتك يا مهزقه انت، ولما رحت عملت قناه يا مهزقه، كنا جبنا سيرتك كنا ناقشناكي، كنا كل شويه في قنواتنا القديمه تعملي مخالفه شكل وشك. وانا كنت بحلها وانا بشرب القهوه ولا ليها لازم. كل شويه كانت مخالفه شكل وشها عشان كان مجننها ان انا معلمه على قفاها بالاربع مخالفات اللي فاتوا اللي ما عرفتش تعمل فيهم حاجه غير لما انا شلتهم بمزاج. شلتكم يا جماعه والله ما هيسيبوكم بالطبع. الناس دي مالهمش 30 لازمه على ارض الواقع. امسكوا في ود بعض اتحدوا. العصابه الشر دي والبلطجه وقله الادب. العصابه دي لازم تتمحي من على السوشيال ميديا، العصابه دي مكانها السجون. لكن ان احنا نسيبهم يبلطجوا على الناس ويسبوا في عرض الستات زي ما بيعملوا كده وكله خايف ومرعوب، يبقى احنا مش على منصة سوشيال ميديا، احنا بقى خناقة في شارع. عارفين يعني ايه خناقة في شارع؟ والبلطجي بقى هو اللي ما سمعت يا سبانخ، سمعت ان فيها هدايا كتيرة جايالك ان شاء الله باذن الله. يلا يعني من هنا والشفا الهدايا اللي جايالك انت ومحلاوة ربنا يبارك لك فيها الهدايا اللي جايالك ان شاء الله. ان شاء الله ونخلص منكم لازم في هدايا هتجيلك هترد عليك طبعا لازم ان شاء الله. اشوفكم على خير يا جماعة في الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.